بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يكره فعله في الصلاة وما يباح فيها. قال: يكره في الصلاة التفاته. يكره يعني كراهة التنزيه، لا كراهة التحريم. التفاته يعني برأسه يمينا أو شمالا من غير حاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والواجب على المصلي أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى ويشتغل بذكره. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي: فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هذا إذا كان الالتفات بالرأس والرقبة فقط. أما إذا كان الالتفات بالبدن، يعني انحرف عن القبلة من غير ضرورة، فإن صلاته تبطل. إذا انحرف عن القبلة في أثناء الصلاة من غير ضرورة فإن صلاته تبطل لفقدان شرط من شروطها، وهو استقبال القبلة. ومما يكره في الصلاة أيضا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، لأنه جاء النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم صارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم. لأن المطلوب من المصلي الخشوع والنظر إلى موضع سجوده، فإذا سرح بصره ورفعه إلى السماء فإن هذا مما يشغله عن الصلاة. هذا من ناحية. والناحية الأهم من ذلك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك والوعيد عليه. نعم. حد رفع البصر يا شيخ كل ما جاوز موضع سجود المصلي؟ لا، هو قصده رفع البصر إلى السماء، إلى أعلى يعني. وأما إذا جال به أمامه فهذا أيضا يشغله عن الصلاة، والمطلوب أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أجمع لخشوعه وقلبه وأبعد عن الانشغال عن الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتغميض عينيه. يكره في الصلاة تغميض عينيه وهو يصلي من غير حاجة، لأن ذلك
تشبه، لأن ذلك فيه تشبه باليهود، فإنهم كانوا يغمضون أعينهم في عبادتهم في صلواتهم. فإن كان إغماض عينيه لحاجة كأن يكون أمامه ما يشغله، فإذا أغمض عينيه ذهبت عنه الشواغل فلا بأس بإغماض العينين للحاجة في هذه الحالة. نعم. وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم. ومما يكره في الصلاة إقعاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن إقعاء كإقعاء الكلب. وقد فسر العلماء الإقعاء في الصلاة المنهي عنه بتفسيرين. التفسير الأول أن يفترش قدميه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما، يفترش قدميه أي يفترش أصابع رجليه ومقدم رجليه على الأرض ثم يرفع رجليه ويجلس على عقبيه. هذا تفسير. التفسير الثاني أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع فخذيه وساقيه إلى أعلى ويضع يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب تماما، وهذا التفسير أرجح. يجعل مقعدته على الأرض؟ نعم، ويرفع يرفع فخذيه وساقيه إلى أعلى وركبتيه إلى أعلى ويجعل يديه على الأرض مثل يشبه إقعاء الكلب تماما، وهذا التفسير أرجح في أن الإقعاء المنهي عنه في الصلاة. نعم. سمعت شيخ أن الصورة الأولى للإقعاء وردت بها السنة. نعم، منهم من كابن عباس، من يفعل هذا كابن عباس، هذا في صحيح مسلم. أحسن الله إليكم. فلذلك قالوا إن هذه غير مكروهة لأنها وردت في السنة، ولذلك ترجح التفسير الثاني. ترجح التفسير الثاني للإقعاء الذي يشبه إقعاء الكلب. إذن فللمصلي أن يفعل الصورة الأولى؟ إذا فعلها في بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على ذلك فلا ينبغي. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم. ومما يكره في الصلاة افتراش المصلي ذراعيه بأن يبسطهما على الأرض، لأن هذا يشبه افتراش الكلب لذراعيه، والمصلي منهي عن التشبه بالحيوانات في صلاته، نهي عن إقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وبروك كبروك البعير، ومن ذلك افتراش ذراعيه. والمستحب أن يرفع ذراعيه عن الأرض، أن يضع كفيه على الأرض ممدودة الأصابع نحو القبلة ويرفع ذراعيه عن الأرض ويجافي ذراعيه عن جنبيه كما سبق في صفة الصلاة. هذا هو المستحب. نعم. وعبثه وتخصره. يكره في الصلاة العبث، هو الحركات التي لا حاجة إليها. العبث وهو الحركات بيديه أو برجليه أو تحريك ثيابه أو العبث بشعوره ولحيته، لأن هذا يدل على عدم خشوعه في الصلاة. وقد جاء في الأثر في رجل كان يصلي ويعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والمصلي مطلوب منه الإقبال على الله والخشوع وقطع الحركات التي لا يحتاج إليها
بيديه أو برجليه أو أن يعبث بثيابه أو بلحيته أو بشعر رأسه أو غير ذلك مما لا حاجة إليه. نعم. وتخصره كذلك يكره في الصلاة تخصره، وهو وضع يديه على خاصرتيه وهما الجنبان فوق الورك، لأن هذا يدل على الكسل وفيه تشبه باليهود. نعم. وتروحه، وقد سبق أن المصلي أن السنة في حق المصلي أن يقبض كوع يسراه بكفه اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو المشروع في حال القيام. نعم. وتروحه وهو استعمال المروحة اليدوية ليتبرد بهوائها، هذا مكروه في الصلاة لأنه حركة ولأنه يشغله عن صلاته. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها كذلك يكره في الصلاة فرقعة أصابعه، وهو عصر مفاصل أصابع حتى يظهر لها صوت وطقطقة، هذا منهي عنه لأنه من العبث الذي لا يتناسب مع الصلاة، ولأنه يدل على الكسل، لأن الغالب أنه لا يفعل الفرقعة الأصابع إلا من عنده كسل وخمول. نعم. وتشبيكها كذلك يكره في الصلاة تشبيك أصابعه، وهو إدخال بعضها ببعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد شبك أصابعه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها. فتشبيك الأصابع قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة مكروه، وأما تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأنه بعد الفراغ من العبادة. نعم. ما قولكم قبلها يا شيخ؟ وقد نعم جاء النهي إذا جاء المصلي إلى الصلاة فليمشي بسكينة ووقار ولا يشبكن بين أصابعه، كذلك إذا كان جالسا ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة، لأن القادم للصلاة في صلاة، وكذلك الجالس ينتظر الصلاة في صلاة ولا يليق به أن يشبك بين أصابعه في هذه الحالة. نعم. هل يلحق بذلك إذا ما كان في ذكر كأوراد الصباح والمساء مثلا في غير الصلاة؟ لا بعد الفريضة لا يكره، إذا فرغ من الصلاة لا يكره تشبيك أصابعه. الحمد لله. نعم. وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم. ويكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن، أي قد اجتمع بوله، لأن ذلك يشوش عليه صلاته. وكذلك الحاقب وهو الذي يحتاج إلى التبرز فإنه لا يدخل في الصلاة وقد وهو يدافعه الخبث البول أو الغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، بل عليه أن يتفرغ من ذلك وأن يقبل على صلاته وهو غير مشغول البال، لأن دخوله في الصلاة وهو حاقن أو حاقب يشوش عليه صلاته، وقد يخل بشيء من أركان الصلاة وواجباتها بسبب العجلة لأجل أن يفرغ من الصلاة حتى
يتخلص من هذا الأذى. فلذلك كان اللائق به أن يتخلص من هذا الأذى وأن يتفرغ منه قبل دخوله في الصلاة. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم، يكره دخوله في الصلاة وهو بحضرة طعام، يعني قد قدم الطعام وهو يشتهيه، فإنه يكره له أن يقدم الصلاة على تناول الطعام في هذه الحالة، لأن ذلك يشغله عن صلاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فيتناول من الطعام ما تندفع به شهوته ورغبته فيه ثم يقبل على صلاته. وإن لم يكمل حاجته من الطعام؟ نعم، إذا اندفعت شهوته وتوقانه إليه فإنه يصلي، وإذا كان بحاجة إلى زيادة يرجع إليه بعد الصلاة. هذا يتكرر يا شيخ في مثل أطعام الإفطار في رمضان، قد يقول بعض الناس أني الآن في حال طعام يشتهيه والمغرب. الطعام لا يقدم حال الإفطار، وإنما الذي يقدم الإفطار فقط، والإفطار يسير، يأكل تمرات أو يشرب حسوات من ماء ثم يذهب إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما الطعام فإنه يقدم بعد الصلاة. ليس لأحد أن يفهم من هذا أنه له أن يتباطأ عن صلاة المغرب في رمضان. هذا غير مشروع، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر بتمرات أو بحسوات من ماء إذا لم يجد، ويقبل على الصلاة، ثم بعد الصلاة يقدم الطعام. نعم. وتكرار الفاتحة. ويكره في الصلاة تكرار سورة الفاتحة، لأن هذا تكرار لركن من أركان الصلاة، والمطلوب قراءتها مرة واحدة، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتكرارها غير مطلوب لأن الركن لا يكرر في الصلاة. نعم. فإن فعله الموسوس إذا كان تكرارها لسبب كأن ينسى آية منها أو يشك في كونه قرأ آية منها فيعيدها لأجل ذهاب الشك فلا بأس، هذا لحاجة. الحمد لله، هذا لحاجة. لكن إنسان يقول بكررها لأن هذا مشروع أو هذا أحسن، هذا لا يجوز، هذا يكره يعني كراهة تنزيه. صلاته صحيح لأنه تكرار لركن قولي، والذي يبطل الصلاة هو تكرار الركن الفعلي العملي متعمدا، هذا هو الذي يبطل الصلاة. أما تكرار الركن القولي فهذا يكره كراهة تنزيه ولا يبطل الصلاة. أما إذا أصابه وسواس، إذا أصابه وسواس فإنه لا يكرر الفاتحة لأن الوسواس سيستمر معه، وكل ما كررها تكرر معه الوسواس، فالواجب أنه ينهي هذا الوسواس ويتوكل على الله ويكمل صلاته. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله لا جمع سور في فرض كنفل. لا يكره جمع السور في الفرض، فيجوز أن يقرأ عدة سور بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فجمع في بين عدة سور في صلاته، وهذا في النافلة ومثلها الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على الخصوص. نعم. وله رد المار بين يديه وعد الآي. هذا ما يباح للمصلي، انتهى من
ذكر الأشياء التي تكره في الصلاة انتقل إلى الأشياء الجائزة في الصلاة، ومنها جمع السور في ركعة واحدة بعد الفاتحة في الفرض والنفل، وكذلك يباح له رد المار بين يديه، بل يتأكد عليه رد المار بين يديه إذا مر بينه وبين سترته أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة فإنه يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان، ومعنى يقاتله يعني يدافعه، المقاتلة هنا معناها المدافعة. ولو أدى هذا إلى ضرب إذا أبى أن يمر فإنه له مدافعته، فإن أبى فله ضربه ليمتنع، ولأنه معتدي. هذا ما لم يكن المرور لحاجة، فإذا كان المرور لحاجة كازدحام المكان أو كونه في الحرمين الشريفين ومجاء التي يجتمع فيها الخلق الكثير، فهؤلاء هذه الأماكن لها حكم خاص لأجل الضرورة. الأماكن المزدحمة كالجوامع الكبار والمسجد الحرام والمسجد النبوي التي يزدحم الناس فيها، فإن الضرورة تقتضي السماح بالمرور للناس، ولا يعد هذا محرم. أما إذا كان المكان متسعا وليس هناك حاجة للمرور بين يدي المصلي فإن هذا حرام، بقوله صلى الله عليه وسلم فالمار حرام في حقه، والمصلي له الدفع، يباح له الدفع ولا يجب عليه، لكن يباح له الدفع لأن هذا من حقه، بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نعم، فهذا وعيد شديد، فالمرور بين يدي المصلي لا بد من هذا التفصيل فيه، لأن بعض الناس قد يفهم أنه له رد المار مطلقة، وهذا فيه نظر، لأن أحيانا يكون المرور ضروريا للناس كالمواطن المزدحمة، وكذلك المسجدين الشريفين، المسجد الحرام المسجد النبوي، فإن لهما وضعا خاصا سبب الزحمات. وأيضا إذا كان المصلي مأموما كما يأتي فإن سترة الإمام سترة له، فلو مر أحد بين يديه فلا حرج، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. نعم، أثابكم الله. قال وعد الآي والفتح على إمامه، له عد الآي للمصلي أن يعد الآي بأصابعه، يعني ما يقرأ من الآيات، هذا عليه دليل أو لأنه يقرأ خمس من فعل الصحابة كانوا يعدون الآي من فعل الصحابة، فإذا عقد أصابعه لعدد الآيات التي قرأها فلا بأس بذلك، هذا مما يباح له. الحمد لله. والفتح على إمامه، ولو يباح له الفتح على إمامه إذا انغلقت القراءة على الإمام فإنه يفتح عليه بأن ينبهه على الآية التي انغلقت عليه بأن يقرأها ويسمعه إياها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه فانغلقت عليه القراءة فلم يرد عليه أحد عليه الصلاة والسلام، وذلك لهيبته صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال لأبي بن كعب أين أنت؟
دل على أنه يستحب للمأموم أن يفتح على إمامه إذا أغلقت عليه القراءة. نعم. وقال على إمامه، لا يفتح على إمام آخر ليس هو يصلي وراءه، أو إنسان جالس يقرأ القرآن وسمعه قد انغلق عليه شيء من قراءته فلا يرد عليه وهو يصلي، إنما هذا خاص بإمامه الذي هو يصلي خلفه. نعم. والفتح مسنون ليس بواجب؟ الفتح مباح، على هذا مباح، لأنه يعد المباحات في الصلاة الآن. نعم. يذكر بعضهم أن للمأموم أن يذكر الإمام بخطأ أو يخطئ من خطأ الإمام بشيء من القرآن، كان يأمر أحد المأمومين إمامه بقول سبحان الله فيقول مأموم آخر كلا لا تطيعه مثلا، هذا يبطل الصلاة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لهذا كما يأتي، إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، فأشرع على الرجال التسبيح وللنساء التصفيق حتى يتنبه الإمام. نعم. أنا قصدت أن الكلام بالقرآن في الصلاة يعد كلاما خارج الصلاة، هذا مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استعمال، إن كان أن الخطأ في القراءة فإنه يفتح عليه كما سبق. طيب. وإن كان أن الخطأ في أفعال الصلاة فإنه يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تسبح الرجال وتصفق النساء. نعم. أثابكم الله. قال ولبسوا، وهم يقول أنه يرد بآية من القرآن، يستدلون بأن علي رضي الله عنه كان يصلي فجاء الخوارج وقرأوا آية يلمزونه بها، قالوا إن الحكم إلا لله، يعني إنك حكمت الرجال، فقرأ رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، قالوا فدل هذا على أنه يرد على خصمه بآية من القرآن يباح له ذلك. نعم. أثابكم الله. قال ولبس الثوب ولف الإمامة، وله لبس الثوب كالبشت مثلا أو كالرداء يلفه على نفسه وهو يصلي يباح له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، وكذلك لف العمامة على رأسه إذا احتاج إلى لفها أو سقطت، أو لبس الغترة أو الشماغ على رأسه، أو لبس البشت وهو يصلي، أو الرداء، كل هذا جائز لأنه مطلوب في الصلاة، مطلوب في الصلاة التجمل وستر العورة، فهو يعمل هذا في الصلاة. نعم. وقتل حية وعقرب وقمل، وله دفع المؤذيات للمصلي، دفع المؤذيات التي تؤذيه في صلاته، قتل الحية والعقرب، بقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، وذلك لما فيها من الأذى، فله قتل ما عرض له من الحياة أو العقارب وهو يصلي، ولو أدى هذا إلى أن يتناول الحجر أو العصا الذي بجانبه أو أمامه فيقتل به هذا المؤذي ليأمن شره وأذاه، وكذلك قتل القامل، والقامل هو ما يكون في جسم الإنسان نتيجة مرض أو نتيجة أوساخ تتراكم ثم يتولد منها حشرات تسمى بالقمل، وهو مؤذ جدا للإنسان، فله إذا ظفر به قمل في جسمه وهو يصلي أو في ثوبه أن يقتله تخلصا من أذاه. نعم. حتى يقبل على صلاته ويتفرغ لها. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوها. نعم. هذا
في بيان الفعل الذي يبطل الصلاة. الفعل الذي يبطل الصلاة ما توفر فيه 4 شروط. الشرط الأول إذا طال، أما إذا كان يسيرا فإنه لا يضر. الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل من غير ضرورة، فإن كان الفعل لضرورة كقتل حية أو عقرب أو قمل أو شيء يؤذيه فهذا لا يضر ولو طال، لأنه لدفع الأذى. كذلك رد المار لا بأس بذلك، أن هذا مأذون فيه شرع. الشرط الثالث أن يتوالى الفعل، فإن تفرق وتقطع فإنه لا يبطل الصلاة ولو كان مكروها فيها، لكنه لا يبطلها. الشرط الرابع أن يكون هذا الفعل من غير جنس الصلاة، كالمشي والالتفات ونحو ذلك مما لا حاجة إليه، فإذا توفرت هذه الشروط بطلت صلاته به، فإن اختل شرط منها لم تبطل. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا آخر ما سمح به وقت اللقاء من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله العريف الحربي.